أن نحسب لهذه الوزارة، والدليل على ذلك هو ما يعانيه نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وبكل من أجل تحقيق مطالبكم المشروعة والتي تلخصونها في الإطار زائد الكرامة التي للأسف الشديد أصبحت نساء ورجال التعليم بكل مواقعهم تتمرد كرامتهم في التراب، وبالتالي تم الزحف على كل المكتسبات والحقوق التي ركمها وناظر من أجلها الأجيال السابقة. الحقيقة هي مناسبة كذلك لكي نعلن معكم دفاعنا المستميت عن المدرسة العمومية، وأنتم من خلال المهام الموكولة إليكم تعتبرون الحلقة أو القاطرة الأولى في الدفاع عن هذه المدرسة العمومية التي أريد لها وتسعى جاهدة بعض الجهات. وللأسف الشديد أن الوزارة تتبنى هذا الخطاب إلى التخلص منها وإلى تفكيكها والعمل على رفعها. وقانون الإطار الأخير الذي تعرفونه 17-51 وخير دليل، الذي يعتبر آخر حلقة من حلقات ضرب مجانية التعليم العمومي الذي يأخذه أو الذي يدرجه أبناء الجماهير الشعبية خاصة الفقراء. إذا بالتالي فأنا أدعو وكجامعة وطنية للتعليم ندعو كذلك إلى أن يكون العنوان العريض الذي هو المدرسة العمومية عبارة عن جبهة مكونة من كل فئات التعليمية وليس فقط العاملين بالمدرسة العمومية، بل يجب أن يمتد هذا إلى حدود جمعيات الأمهات والآباء وأولياء الأمور، إضافة إلى الجمعيات والإطارات المناضلة الحقوقية التي لا زالت تدافع عن المدرسة العمومية وتدافع عن الخدمة العمومية في كل مستوياتها. إذا لا يفوتك كذلك إلا أن نجدد مرة أخرى دعمنا المشروع، الدعم عفوا اللامشروع والدعم المتواصل لنضالتكم، ونعلن أننا دوما سنبقى إلى جوار نضالتكم وندعمها حضورا مؤازرة إلى جواركم كذلك في المؤسسات التعليمية التي تشتغلون فيها والتي تعتبر كما قلنا دائما هي الحلقة التي من خلالها يجب طبعا تفجير كل المعارك النضالية والصمود نسوة أو إلى جوار كافة نساء ورجال التعليم، على أساس أن ننتقل إلى مسألة التفتيت وإلى مسألة التفييد، لأن عملية ضرب المدرسة العمومية وضرب الخدمة العمومية وضرب نساء ورجال التعليم هي تمت عبر هذا التفيئة وعبر هذا التفكيك والتشتيت والعمل على تشرذم الجسم التعليمي. إذا الآن الأوان لنوحده، وهنا أعتبر فعلا كما قال الأخ في المكتب الوطني أن الإدارة التربوية فعلا يمكن التعويل عليها إذا ما كانت لها نفس نضالي كما هو الآن، إذا كانت إدارة مناضلة، إدارة غيورة، إدارة لها حس وطني عالي وحس كذلك نضالي ومستميتة في دفاعها عن المدرسة العمومية، وتعتبر هي القاطرة لكي تقود نضالات الشغيلة التعليمية والدفاع عن حقوق التلاميذ والمتعلمين والمتعلمات في خدمة جيدة وفي خدمة مستمرة وذات جودة عالية كما نريد لها أن تكون. إذا كذلك ندين كذلك الإجراءات والممارسات التي تطال مجموعة من المديرين والمديرات الذين أبانوا عن صمودهم وعن خوضهم مجموعة من المعارك الاحتجاجية والتي تتجلى في الممارسات التعسفية من قبل بعض المديرين الإقليميين عبر الربوع الوطن، وكذلك المضايقات التي تتعرضون إليها سواء التهديد في النضال، الحق في خوض الإضراب للدفاع عن كرامة نساء
النساء ورجال التعليم. نتمنى لمؤتمركم هذا المزيد من النجاح، ونتمنى أن تظلوا صامدين وعلى الدرب سائرين، وتحية لبلادنا.